فنجد انه تتسلسل السلسلة ومن ضمنها يكون أخلوق السابع من آدم، ويتكلم عن أخلوق أنه من كتر ما هو كان على علاقة بالله وكان ماشي في خوف الله، فكان في زمنه كان مختلف عن كل اللي حواليه، ووصل في علاقته بربنا انه يقول الكتاب عنه كده: ولم يوجد اخنوخ لان الرب قد اخذها. لم يوجد اخنوخ لان الرب قد اخذها. عشان كده نجد هنا ما عندناش كلمه قالها اخنوخ في سفر التكوين في العهد القديم، لكن بالتقليد والتسليم الاباني نجد انه القديس يهوذا يكلمنا كده، يقول عن اخنوخ: يقول كده في آية 14: وتنبأ عن هؤلاء اللي هم الاشرار انهم بيقول عليهم يرعوا انفسهم، الذين يروا أنفسهم ويصنعوا ولائم معا بعيد عن الله وبلا خوف، أشجار خريفية بلا ثمر ميتة، أمواج بحر هائجة مزبدة بخزيهم، نجوم تائها محفوظ لهم قطام الظلام إلى الأبد. تنبأ عن هؤلاء أخنوخ السابع من آدم. الكلمة دي مش موجودة في التكوين لكنها موجودة من فم يهوذا. يقول كده: هوذا قد جاء، دي كلمة على لسان أخنوخ، هوذا قد جاء الرب في رموة القديسين ليصنع الدينونة على الجميع ويعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم التي فجروا بها وعلى جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها خطاة فجار. يبقى ناخد بالنا من امور كتير ومن كلمات كتير، لانه اخنوخ يقول لنا ان الرب سيجيب وسط ربوات القديسين يصنع دينونه على جميع فجور الناس، وهم الذين لا يرعون الا نفوسهم ولا يرعون وجود ربنا. ايضا نجد سيرة يهوذا ايضا في العهد الجديد، نجدها في الاصحاح 14 من انجيل يوحنا، لما رب المجد بيقول لهم خلاص ابتدى بقى قبل الصليب، فبيكلمهم انه لا اترككم يتامى، اني اتي اليكم، ما تخافوش، هيجي وقت لا يراني العالم اما انتم فترونني. وهم ما بقوش فاهمين، يقول لهم: الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه ابي وانا احبه واظهر له ذاتي. ففي ايه 22 يتيجي سيرة القديس يهوذا اللي النهارده عيد استشهاده، يقول له: قال له يهوذا ليس الاسخريوطي: يا سيد ماذا حدث حتى انك مزمع ان تظهر ذاتك لنا وليس للعالم؟ انت بتقول العالم لا يراني لكن انتم ترونني. فيقول له، يتكلم كل فكره عن الجسد، لسه ربنا بينميهم بيفهمهم خطوه خطوه، فلسه الفكر ليهوذا فكر جسدي، يعني ازاي احنا هنشوفك والعالم كله مش هيشوفك. ويتكلم عن انه بتقول ان لا اترككم يتامى، فيبتدي رب المجد يحاور معهم ويرد عليه بانه اني اظهر ذاتي لاولادي الذين هم انتم الرسل
والذين يؤمنون بي بكلامكم، هو احنا على التوالي شعب الله، الذين يؤمنون بي بكلامكم. اظهر ذاتي لمن يحبني ويحفظ وصاياي. يبقى اول حاجه ربنا رد بي عليها على يهوذا انه اللي يحفظ وصيتي هيبقى بيشوفني، هيبقى بيشوفني. ايوه رؤيه العين مش موجوده اللي انت مشغول بيها يا يهوذا، وكل فكرك انه ساصير ملك على اورشليم وابقى ملك جسدي، لا. لكن اظهر ذاتي لاولادي، ساكون في قلوبهم زي ما علمنا، زي ما احنا بنزف السيد المسيح في حد الشعانين، ليس كملك ارضي بل كملك سماوي على قلبي. مين قلبي انا؟ قلب اولاده الذين يحفظون وصاياه. عشان كده يقول له رب المجد، يقول له ايه؟ ان احبني احد يحفظ كلامي، ويحبه ابي واليه ناتي. هنا هو يظهر له، هتشوفني. اليه ناتي انا والاب، والاب فيا. فانا لما اكون موجود وسط اولادي ويبقى بناكل جسد المسيح ودمه، نصنع عنده منزله. يبتدي فكر يهوذا يختلف، يبتدي رب المجد ينقله الى الفكر اللاهوتي، كل فكرك عن الجسد يا يهوذا، لكن انا بنقلك لكي اظهر لك ذاتي لاهوتيا، اظهر لك ذاتي في قلبك، اكون قائد لحياتك، اكون قائد لحياتك. لذلك مين اللي ربنا يظهر له ذاته؟ اول حاجه يقول كده، من يحبني يحفظ. من يحبني يحفظ وصاياي. يبقى الموضوع مش في اني رايح جاي الكنيسه والاسم احنا شعب المسيح، لا، ولا الاسم اني بقرا الانجيل وعارف كلمات الله، لا. قال من يحبني يحفظ كلامي. زي ما واحد يبقى بيحب انسان ويبتدي ان هو يبحث عن كل ما يتعلق بهذا الانسان، ويدور على كل جريده بتتكلم عن الانسان اللي بيحبه، هكذا الانسان اللي بيحب ربنا بيحفظ كلام الله. لما جه الشاب الغني اللي ماشي ورا المسيح وبيبحث وجاي بيسأله بيقول له ماذا أفعل لأرث الحياة الأبدية؟ قال له إيه؟ عندك وصاياك احفظها. هنا الحفظ ليس حفظا كلاميا، لكن كيف أحفظ وصية الله في قلبي؟ لسه من يومين احد المحبين المعترفين قال لي محتاج وتعبان من امر ما، ان ربنا قال لنا ابحث عن الحق وافعل الحق. فهنا لما الانسان لا يفعل الا الحق يبقى بيحفظ كلام الله. حفظ مش سمع، لكن الحفظ ايه؟ في القلب، في أعمالي، في سلوكياتي. فبيقول لي إنه بقالي عدة سنوات
سكن في عمارة من العمارات دايما بالرشاوي ياخدوا الحقوق ليست لهم ماشيين بالرشاوي، وانا مش راضي اعمل نفس اللي بيعملوه عشان اخد الحق، وماشي بالحق بقالي سنوات وسنوات لكن مفيش حاجه بتحصل. فبعت له قلت له عن انه الله اللي انت بتحفظ كلامه وتحفظ وصيته هو يدرك ويسمع ويرى اللي انت بتعمله واللي بيتعمل فيه. فماذا طب لما انت دلوقتي هو عمال بيقول لي انا عايز امشي غلط زيهم؟ فقلت له ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ هتعمل زيهم وتربح النقطة اللي انت بتدور عليها وتخسر نفسك وتخسر سنوات وسنوات كنت تبحث عن الحق وتحفظ وصية ربنا. وربنا يقول كده لأنه أمين وعادل، يقول كده بولس الرسول أن الله أمين وعادل حتى أنه لا ينسى عملكم وتعب المحبة. إيه تعب المحبة؟ من يحبني يحفظ وصاياي. فإليه نأتي أنا وأبي، أنا أحبه وأبي أيضا يحبه، إليه نأتي ونصنع عنده منزلة. إذا تمسكنا بوصية ربنا ده يخلي ربنا يظهر فينا ويظهر بأعمالنا ويبقى قائد لحياتي وأشاعر وأشاعر بيه. لكن طول ما الإنسان باصص الناس بتكسب إيه بغير الحق ويغير من الناس اللي بتكسب من غير الحق، هنا أنا مش شايف ربنا. يعني صحيح إني ماشي بالحق لكن مش شايف ربنا اللي جوايا بيقود حياتي ويرى أعمالي، وأمين وعادل إنه يبارك حياتي مش هيسيبني. لذلك أحبائي يقول كده الذي عنده وصاياي يحفظ كلامي. دايما نحفظ كلام الله، دايما أحفظ كلام الله في سلوكياتي. مسيحيتنا هي الديانة الوحيدة في كل ديانات العالم، كل ديانات العالم هي فين يا رب وقتك أدهوله وبعد كده باي باي أنا بقى حياتي. لو حيثوم يبقى بيدي ربنا صوته وبعد كده باي باي يا رب حياتي أنا. أي ديانات هكذا إلا مسيحيتنا اللي أوصانا ربنا إن احنا نستعمل ما نقرأه وما نأخذه وما نأكله. قال تخرج كمسيح وسط الناس. بعد التناول يحصل سبريدنج انتشار لينا، كل واحد يروح في مكانه اللي رايحه، مسيح وسط الناس وسط العالم. يبقى سلوكياتي سلوكيات المسيح، فكري فكر المسيح، احفظ وصيته احفظه جوايا. والكنيسه تقول لي خلي بالك من الجواهر اللي في فمك، علشان لما انا احفظ الجواهر اللي في فمي احفظ وصيه ربنا. ابقى دايما فاكر ان انا بتناول، ان انا متناول واحفظ وصيه ربنا. لذلك يا احبائي نسعى دايما ان نكون اولاد الله. لما نحفظ وصاياه يقول كده من يحبني يحفظ كلامي ويحبه ابي، واليه ناتي الاب في الابن وناتي نصنع عنده منزله. اي كرامه لمن يضحي من اجل الله ومن يحفظ كلامه.
كلمة الله ويحفظ عهوده مع الله. أي كرامة إليه نأتي ونصنع عنده منزلا. لذلك أحبائي نريد أن نحن نكون أولاد الله حتى برا الكنيسة، في سلوكياتنا، في بيوتنا، في كل مكان نروح. ساعتها نحفظ وصية ربنا بالفعل وبالسلوكيات بتاعتنا. ربنا يدينا كل نعمة، لربنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين. الكنيسة بتطلب نيابة عن الأسرة.